طيب حضرتك لما سألتيه هو قالك ايه؟ قال كلام ما يعملوش راس من رجلين، بس كان واضح انه بيكذب. طيب الشركة اللي قالتلك عليها ياسمين ما عرفتيش بتاعت مين او عرفتي اي حاجة عنها؟ لا لسه، بحاول جدا واكيد هعرف. هو انتي شاكة ان وائل ورا اي حاجة من اللي بتحصل؟ يعني بعد كل اللي حكيته لك ده يا زياد، انت رأيك ايه؟ مش عارف بجد، مش عارف. الموضوع صعب جدا وكله داخل في بعضه. بس بص حضرتك، اديني اسم الشركة انتي بس وانا هحاول اسأل كده واتقص، واي حاجة هعرفها اقولها لك، عشان انا اصلا شاكك في حاجة لو طلعت صح هتفيدنا جدا وهبلغك على طول. مش عارفة اتصرف ازاي، مش عارفة. ولا اي حاجة يا حبيبتي، اطمني ما تقلقيش. قولي لي، قلتي اي حاجة لنا؟ لا انا ما قلتش لحد غيرك، انت اول حد يعرف. بمناسبة ندى، النوت بوك دي بتاعتها، حدها لك انت لان فيها كلام يخصك، من فضلك تقراه. النهارده في البروفا كنت حاسه ان زياد عايز يقول لي حاجه. الحقيقه مش النهارده بس، دايما بحس ان زياد عايز يقول حاجه. يا ترى دي حقيقه ولا مجرد وهم في دماغي انا؟